أنشد شعرا من ضمائره. العز بالسيف ليس العز بالمال، فكن مع الناس كالميزان معتدلا، ولا تقولن ذا عمي وذا خالي. العم من أنت مغمور بنعمته، والخال من كنت من أضراره خالي. لا يقطع الرأس إلا من يركبه، ولا ترد المنايا كثرة المال. هذه الحرب يجب أن لا نطيل التفكير فيها، بل يجب الاستمرار فيها دون تفكير. لم يعد التوقف ممكنا. هيا بنا يا امرأ القيس، سنشن غارة جديدة على بني شيبان. الذي تفعله يا أبي؟ إلى أين هذه الهجرة الجديدة؟ إلى الواردات. لماذا؟ سأتجنب لقاء آخر مع التغليبيين. لماذا يا أبي؟ وتسألني لماذا؟ ألا تعرف لماذا يا جساس؟ كم ولدا سأفقد حتى تعرف لماذا؟ صدقني يا أبي، صدقني، نستطيع أن نجابههم. جابههم وحدك. أنا عندي عشيرة، وأنا المسؤول عن العشيرة، ولا أريد لها أن تفنى. أنا المسؤول عن هذه الحرب. إن كان لهم عندنا ثأر، فقد صار لنا عندهم أكثر من ثأر. أين همام؟ هل همام راض برحيلك؟ بقي هناك ولم يرضى بالرحيل. ويلي سالم. همام، أرجوك أتوسل إليك من أجلي ومن أجل ابننا الباقي لدينا. همام، همام، أرجوك، أرجوك يا همام، أرجوك همام، أرجوك يا همام. دباع، دباع، همام، أرجوك همام. لا أرى أحدا إلا ذلك الفارس، يبدو أنهم قد رحلوا. أين سيهربون مني؟ سألحق بهم حتى آخر الأرض. ولكن من هذا الفارس؟ أنا أعرف من هو. جساس؟ جساس أجبن من أن يفعلها. هذا همام، إنه مقبل إلينا. هل سيفاوض أو لا؟ بل جاء يقاتل. يقاتلنا كلنا؟ مجنون؟ هذا هو همام. وماذا سنفعل؟ سنتجنب قتاله. لكنه مقبل لقتالنا. نهرب من وجهه. نهرب كلنا من وجهه؟ نعم نهرب، لن نقاتل هماما. أعطي الأوامر بالانسحاب وبتجنب الاشتباك مع همام. هيا تراجعوا، فلننسحب جميعاً. هيا سالم، سالم، توقف يا سالم، اثبت أمامي إن كنت رجلاً. توقف يا زير العجائز، أيها السكين المخرف، توقف يا سالم. Thank you.
اثبت امامي ان كنت رجلا. ايها السكير المخرف. يا سافل، يا منحط، يا كلب. لا ستهرب مني ايها السكير العربيد. هل جرى لعقلك شيء يا همام؟ تلحق بجيش كامل وحدك؟ كنت أريد منهم أن يقتلوني. الزير لا يفعلها. هو قد وعدني. وعدك من أجلي؟ لماذا لم يعدك من أجل أولادنا؟ لماذا يقتل الأولاد ويبقي علي؟ هل يريد أن يعذبني؟ أهكذا يفعل الصديق بصديقه؟ وهل ذهبت إليه لكي يقتلك؟ بل ذهبت إليه لكي أقتله. هيا بنا، سنلحق بأهلنا. ولماذا لم نذهب معهم منذ البداية إذا كنا سنلحق بهم الآن؟ لا تناقشني في كل شيء يا حارث، افعل ما أقوله لك ولا تناقشني. منذ البداية كان يجب أن تذهب معهم. كنت أريد أن أبقى هنا من أجل أن أقتل هذا السفاح أو يقتلني. لا أريد أن أرحل مثلهم. لا، ما هكذا تقول الحرب. وماذا تقترح الآن؟ أنا أرى أن التغليبيين يفوقوننا عددا وعدا، وهم مشتعلون بالرغبة في القتال، وهذا ما ينقصنا. ما يزال معظمكم يقاتل بخجل ويتمنى أن تنتهي هذه المعركة على خير وسلام بالنسبة له. لعل الحرب تنتهي بعدها، ولكننا في كل جولة نخسر بعض أهلنا. قولوا لي الحقيقة، أتريدون هذه الحرب؟ أم تريدون أن تضعوا لها حداً؟ لا حد لها ما دمت حياً يا جساس. بارز الزير، فإما أن تقتله أو يقتلك، وفي الحالتين تنتهي الحرب. أول ما يجعلنا نتخلف عن البشر كلهم وليس عن التغليبيين فقط أن النساء تناقش معنا شؤون الحرب. وما الحل الذي تقترحه غير ما قالته أختك يا جساس؟ عندي حل آخر سأجربه، ولكن فكروا أنتم بحل للجليلة.